برعاية وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة وبحضور وكيل الوزارة الشيخ حسن الشيخ، دشن مكتب الأوقاف والإرشاد بمأرب أنشطته الدعوية تحت شعار 26 سبتمبر ثورة متجددة بعقد ندوة بعنوان القيم السبتمبرية وواجبنا في الحفاظ عليها. مزيدا من التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد الجداسي. برعاية وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة، نظم مكتب الأوقاف والإرشاد ندوة بعنوان القيم السبتمبرية وواجبنا في الحفاظ عليها ضمن أنشطة دعوية تحت شعار سبتمبر ثورة متجددة. مدير عام الأوقاف والإرشاد حسن الغبيسي ومدير عام مكتب الثقافة علي بغلان أكد مكانة الاحتفال بهذا اليوم الخالد في حياة الشعب اليمني. نحن اليوم في الندوة الثانية على في شهر سبتمبر، هذه الندوة اليوم التي بعنوان القيم السبتمبرية، واجبنا نحو الحفاظ على هذه القيم وترسيخ هذه القيم. التقينا بهذه الكوكبة من العلماء والخطباء والمرشدين والمرشدات، إضافة إلى من حضر معنا من الضيوف والمشاركين. هدفنا من هذه الندوة هو تعميق القيم السبتمبرية التي جاءت من أجلها الثورة أساساً، بداية لإحياء هذه القيم والتذكير بها، ثم ثانياً للانطلاق لتوعية المجتمع وتوعية الحواضن بأهمية هذه القيم التي جاءت ثورة 26 سبتمبر، وأن هناك من يحاول جاهداً لطمس هذه القيم وللتأثير عليها، لكن بإذن الله تعالى ثم بحركة يعني الدور الإرشادي والتوعوي والإعلامي، ويعني هناك جهود تبذل في ترسيخ هذه القيم وإحيائها ونشرها ونشر هذا الوعي الذي بفضل الله تعالى نؤمل عليه في محاربة هذه يعني الجماعة الحوثية المنقلبة على الدين وعلى القيم وعلى الدولة وعلى القانون من خلال الوعي. ثورة فكرية كبيرة بإذن الله تعالى نعمل جاهدين في التوعية بها من أجل الحفاظ على سبتمبر وقيم سبتمبر وترسيخ قيم سبتمبر. هذا اللي عليه على سبتمبر يعني مهمة للتذكير، لأنه المشكلة اللي وقعنا فيها عدم التذكير بسبتمبر وعدم شرح أفكارها، والمشكلة الثانية أنه يعني بعد المصارعة اللي حدثت دخلوا الملكيين فتحولت يعني الجمهورية إلى جملكية، فنحن الآن ولهذا وكذلك يعني أفسدوا القضاء للسادة ومن أجل أن يعودوا وصلوا البلد إلى طريق مسدود، وقالوا يقولوا أنهم هم البديل، يقول سلام على الإمام. والآن نحن الآن نعيد الثورة وجهها الحقيقي إن شاء الله، وأننا منتصرين بإذن الله. المناضل أحمد الغردعي أكد مواصلة مسيرة النضال على خطى أحرار سبتمبر. نحن على خطى ثورة 26 سبتمبر، وستبقى ثورة 26 ثابتة ثبوت الجبال، وسيتحقق بإذن الله اجتثاث الإمامة وبواقيها ومنتعاون معها. تضمنت الندوة ورقة عمل قدمهما أحمد عايض رئيس تحرير موقع مأرب برس، والدكتور عبد الخالق السمدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة أقليم سبا. على هامش الندوة السبتمبرية تم تكريم المناضل أحمد الغردعي مؤلف كتاب مآثر من حياة الشهيد علي ناصر الغردعي. الفعاليات المواكبة لثورة سبتمبر في ذكرى 60 تعزز قيم وأهداف الثورة والجمهورية في حنايا كل أحرار اليمن. عدل الفضائية محمد القداسي مأرب.